أنا كنت موقع وجزء من مشروع أغلبية سياسية ومشيت به، الآن أرجع أوقع مرة أخرى على مبدأ التوافقية. في مسارات المشهد السياسي العراقي صار الحديث عن تعقيد جديد في الأزمة لا يحمل جديدا أو ما يمكن أن يدعو للقلق. فالعراق الذي يحبس أنفاسه على وقع التصدعات القائمة بين جميع الأطراف تعود على العيش في آثار الأزمة وما يمكن أن تخلقه من أزمات أخرى لإنتاج الحلول التي لا تسمى حلولا. تصويت نعم، الموافقة حاصلة. البرلمان هو في العالم يعتبر الجدار العازل أمام أي خطر قد يهدد المؤسسات والتصورات الديمقراطية، المأوى للناس حين يشخصون خللا حكوميا أو تراجعا أو فسادا، لكنه في ذاكرة العراقيين سيكون ضمن القوائم التي كتبوها في يومياتهم عن المحاصصة والفساد وتوزيع المغانم دون تقدم يمكن أن يجعل قبة ممثلي الشعب حصنا منيعا وسببا في إصلاح المسار الديمقراطي المتعثر. لكن الأزمة العراقية ما بعد الانتخابات المبكرة ستكشف عن جذور عميقة وصفها باحثون بالبنيوية في سياق العمل البرلماني، والذي سيفشل بأكثر جلساته مصيرية في صراع يمكن إدخاله ضمن المعركة بين محاولات تشكيل حكومة أغلبية وأخرى توافقية، وهي ما يسمى محليا وعرفا بالمحاصصة. الدورة الخامسة هي الدورة الأكثر جدلا والأقل إنتاجا، فقد شهدت دخول عشرات المستقلين من الوجوه الجديدة فضلا عن تفاوت كبير بين أرقام الكتل السياسية وما حصلت عليه. أوزان جديدة ووجوه كثيرة لا تحمل من ملامح الحرس القديم شيئا، لكن العرف الذي تركه الحرس القديم من محاولة فرض التوازن عبر خلطة تجمع الفائزين بالخاسرين، سلطة ومعارضة، هي ما سيبقى ويظل ما أدخلته أيادي الناس في صناديق الانتخابات من الهوامش التي يشهدها الإنسان في يومياته. وسيبلغ التعقيد الذي رافق البرلمان في دورته الخامسة